الإعلام والاتصال التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم بعد نهاية المباراة غرد موضحا تقنية فار كانت تعمل بشكل صحيح في مباراة الاتحاد والأهلي ولا يوجد أي عطل في التقنية وواجهت خلل في أحد أجهزة الاتصال بين الحكام وقد تم حلها سريعا وصدر لجنة الحكام تقريرا شاملا من مزود التقنية كإجراء متبع في مثل هذه الحالات. الملاحظة عندي أنا أنه كنت بركان تقول تعطل الفار هم يقول لك شوي والثانية بالنسبة لي أنا في مثل هذه الحالات معناته قد صارت قبل. لا أنا قلت تعطل بالفار فإذا تعطل الفار معناته أي جزء لا تستطيع استخدم فيه الفار معناته تعطل الفار. كان الحكم فوت شيء تتوقع يستاهل أنه يرجع الفار بركان؟ لا 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 ما أقصد كده لا لا يمكن انا يعني في لحظات او قد تكون ما رجع للفار لانه ما عنده فار فمشاها